بالنسبه للمخيمات اختلف علينا الوضع كثير، قلنا يعني ما بلدنا او هو جديد على المخيمات وهيك شيء يعني. مع ذلك الحمد لله رب العالمين ماشي حاله، بس ما مثل حلب. حلب يعني ام الدنيا، يعني مثل ما نقول مصر ام الدنيا، حلب ام الدنيا. هاي اول عيد يمضى علينا هون، ولكن احنا بالنسبه للمخيمات اجمالا يعني وضع المخيمات ممتاز واموره بخير، ولكن ما راح نكون مبسوطين مثل ما تكون مبسوطين ببيتنا واهلنا وبارضنا وناسنا. ولكن احنا هلا هون مخيمات، الواحد اخوه مخيم والاهل بمخيم. لانيك سبحان الله كان واحد يعني قدام اهله وفي عياد في كل شيء هون، يعني تقريبا ما في مقومات ابدا، يعني ما شفنا شيء، ما في اجواء عيد، ما في حتى يعني اجواء حياه يعني طبيعيه، ما في مخيمات وجبال وما في شيء. من وين؟ الوعر. الوعر؟ طلعت في الباص بتجي هون؟ ايه. حكينا شلون كان عيدكم هونيك وشلون عيدكم هون؟ ما كثير حلو، لسه ما هلا بنشوف هون احلى لما هونيك. وين احلى، هونيك ولا هون؟ لا هونيك طبعا. طب ليه؟ ما بعرف. كنا ايش كنت تسوي هناك؟ ايش تلعبي؟ كنا نلعب مع اولاد خالاتي، هلا راح اجرب بس ما رحت الا نحن وهاي واولاد عمتي.